أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف في الأقلام أو في الصحف العربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى عن اشتباه بإصابة 12 شخصا بكورونا في الموصل، بينهم قادمون من إيران. في العرب اللندنية، حزب الله متخوف على نفوذه الاقتصادي من صندوق النقد. في الزمان نقرأ عن تسويف مطالب المحتجين الذي ينذر بتصعيد غير مسبوق. في كتابات عن حكومة علاوي وهي تضم كبار السن والفاسدين. في عربي 21، 60 مصابا بكورونا في أمريكا، وترامب يقول إن التفشي مستبعد. في القدس العربي، بسبب كورونا الصحة الإيرانية تطالب بعدم إقامة صلاة الجمعة. أخيرا في العربي الجديد، البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ. أهلا بكم. أصدر المرشح محمد توفيق علاوي برنامجه الوزاري للمرحلة الانتقالية التي سيتولى فيها منصبه، وبدا واضحا من قراءة البرنامج أنه يريد إقناع كل العراقيين كونه قد أعده وكأنه سيحكم 4 سنوات، لأنه برنامج يأخذ العراق كله إلى مصاف متقدمة، فيما يدري علاوي جدا أن الخراب قد طاول كل المؤسسات، فلا يمكن أبدا أن يكون هذا البرنامج أو المنهاج خطة عمل لوزارة انتقالية، ولا يمكن أبدا أن تنبثق أي إيجابيات من واقع موبوء يتحتم علاجه أولا. مقال للكاتب سيار الجمائل في صحيفة العربي الجديد. لا تملك المرحلة الانتقالية عصا سحرية لمعالجة كل التهرؤات، ولكن مهمتها نقل البلاد من حالة التردي إلى حالة الاستعداد بفرض العدالة الاجتماعية وكبح جماح الكتل والأحزاب المسيطرة على الموقف والقرار. من خلال نفوذها وطغيانها فهي تمتلك القوة والمال والنفوذ، فكيف يمكن إيقاف جموحها ومؤامراتها وفسادها وهيمنتها بضربها بيد من حديد؟ وإلا مهما كان منهاج هذه الوزارة الجديدة والانتقالية واعدا وحالما، فهي ستكرر المأساة نفسها ما دام النظام السياسي برمته يحتكره حيتان، رؤوسها في بغداد وأحشاؤها في إيران. سيبقى الحال على حاله وربما يسوء بشكل أكثر، وعندما يعد برنامج حكومة توفيق علاوي العراقيين بأن يحصر السلاح بيد الدولة، فما الطريقة التي تجعل عشرات الميليشيات والفصائل تتنازل عن حمل السلاح؟ يقول الكاتب: أتمنى على علاوي وعلى كل مسؤول عراقي على عهده النزول إلى الشارع ولقاء المتظاهرين، فهم من الوطنيين العراقيين الشباب الذين لا يطالبونه بسلطة أو مال. هذا وذاك أهم وأجدى من منهاج مليء بالوعود التي يستحيل تحقيقها من دون إجراءات ميدانية على الأرض. هناك مقال منشور على صحيفة العرب اللندنية وجاء تحت عنوان دولة بلا آذان. أي دولة هذه التي يسيرها المرابون والانتهازيون والجهلة والمغفلون؟ يقول كاتب هذا المقال ويكمل: إنها الدولة التي لا تسمع أصوات أصحابها الحقيقيين، لأنها دولة بلا آذان. إذن المقال للكاتب إبراهيم الزيدي في صحيفة العرب اللندنية. وعلى عادتهم في كل تشكيل وزارة يخرجون كل ما لديهم من فنون الكلام المزوق الجميل، متغزلين به وبأصله وفصله في العلن، ولكنهم في السر يحرصون على أن يعرفوها بما لديهم من قوة ومن رباط الخيل لكي يحسب حسابه ولا يقع في المحظور ويوافق على إعطائهم حصص أحزابهم أو ميليشياتهم أو قبائلهم أو طائفتهم في العملية السياسية التي زرع شوكها بولو بريمر أو زلماي خليلزادة، وأخفى تحت جلدها جراثيم المحاصصة الطائفية العنصرية العصية على العلاج.
ثم خرج تاركا وراءه أيتامه يتناطحون ويتقاتلون على الهريسة وليس على الحسين. وفي كل مرة أيضا يجد المرشح للرئاسة فريقا من فرسان المنطقة الخضراء مستميتا في احتضانه وفي الدفاع عنه وعن وزارته، ممن تكرم عليه الرئيس بأشد الوزارات قوة وسطوة وأكثرها دسامة، ثم يجد فريقا آخر غاضبا ناقما عليه وشاهرا سيفه باسم الدستور وحرمة الوطن ومصالح الشعب العراقي ومطالب المتظاهرين. والحقيقة هي أنه يبكي على مصالحه الحزبية أو العشائرية أو الطائفية أو العنصرية، وهو أول المنافقين وأخطر الحرامية وأكبر الكاذبين. إبراهيم الزبيدي يتابع ما قاله قائلا: في كل مرة يزفون إلينا رئيسا جديدا للوزراء في العراق طيلة 15 سنة، يفعلون الشيء نفسه، يتحمسون في تأييده ويلبسونه ثياب أبي زيد الهلالي ويقلدونه سيف عنترة ويكثرون من بياناتهم وتصريحاتهم المتفائلة، لكن الحقيقة مختلفة. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة المدى، وهو مقال ساخر كتب فيه علي حسين في صحيفة المدى مقالا جاء فيه: لا يزال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يناور ويبكي على مستقبل البلاد ويتحسر لأن العراق خسر تكنوقراط بوزن أسعد الأيداني. كنت أتصور حتى اللحظة الأخيرة أن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة أو محاولة لكسر ملل المواطن العراقي الذي ظل ينتظر الفرج كل هذه السنوات. رئيس مجلس النواب الذي صفق في الغرف المغلقة لمحمد توفيق علاوي وقبله من وجنتيه يخرج على الفضائيات ليقول: إن أسعد العيداني كان خيارا أفضل، ولأننا في زمن العزف على المصلحة الشخصية فقد بشرنا رئيس الوزراء المكلف بأنه قرر أن يكرم الثقافة والمثقفين، ولهذا كان لابد أن يضع لهم وزيرا كل مؤهلاته، أنه محلل سياسي معتمد في الفضائيات. وكأننا لم نبرح بعد النظرة الدونية التي تنظرها الكتل السياسية إلى الثقافة والشباب، وكأننا نقول لكل المثقفين العراقيين ومعهم ملايين الشباب من العراقيين: إنكم لا تستحقون وزيرا تختارونه بأنفسكم. سيخرج البعض معترضا ويخبرنا أننا لم نعرف الوزير بعد، لكن يا أخوان كما يقول المصريون الجواب معروف من عنوانه. للأسف كل القوى السياسية من دون استثناء تنظر إلى المثقفين كمجموعة من عبيد إحساناتهم، بل أدنى من ذلك. فالمثقف كائن غريب لا يحق له الاعتراض، والمثقفون في نظر القوى السياسية مجرد مجموعات من الأسرى والتابعين، مطيعين ومستجيبين ومنفذين لكل ما يطلب منهم. للأسف سياسيون يضعون أصابعهم في آذانهم حين تعلو أصوات المثقفين مطالبة الاهتمام بالثقافة، لأن وحوش المحسوبية والبيروقراطية والمحاصصة الطائفية دائما ما تجهض أحلام العراقيين. علي حسين ختم مقاله بقوله: هكذا وجدنا من يصرخ ويفتح مزاد وزارة الثقافة ويتنافس على السخرية من أحلام المثقفين وطموحاتهم، مثلما وجدنا من يعد الشباب فئة ضالة لابد أن يستمعوا إلى محاضرات الكربولي في فن الشطارة. الآن إلى مقال منشور في صحيفة غربية، حيث تساءلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن السبب الذي جعل من إيران مركزاً ساخناً لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط. وجاء في تقرير أعده كل من نبيه بولس وميليسيا اتحاد أن أوميد رحيمي مثل الكثير من الإيرانيين الذين يشعرون بالخوف من فيروس كورونا يتابع الأخبار ويلاحق الشائعات ويشاهد التلفاز لمتابعة ما يجري في هذه الأوقات القلقة، وكل ذلك تركه مشوشاً ولم يعرف إلى الآن بمن يثق. وتقول الصحيفة إن انتشار فيروس كورونا يعتبر آخر أزمة تواجهها الجمهورية الإسلامية
حيث تتراجع ثقة الرأي العام بالحكومة ومحاولاتها التستر على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ في كانون الثاني يناير، ولكن معالجة الحكومة لأزمة اندلاع فيروس كورونا ليس امتحانا لنظامها الصحي فقط ولكن لشرعيتها السياسية أيضا، في وقت تعيش فيه الجمهورية الإسلامية حالة من الغضب والاحتجاجات، ويبدو قادة الدولة والحالة هذه في حالة من التعثر، ويؤكد تزايد أعداد الوفيات والتقارير المتضاربة حول المصابين بالفيروس دوامة الأكاذيب وسوء الإدارة والفساد والعجز والتستر. وتضررت صورة الجمهورية عندما قررت الدول العربية الجارة الخائفة من انتشار فيروس كورونا منع الرحلات الجوية من وإلى إيران، وتشير الصحيفة إلى أن عدم الثقة بالحكومة تشوبه السخرية، خاصة عندما أعلن عن إصابة نائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ويشغل أيضا منصب رئيس قوة المهام الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وفي تقريرها تحدثت لوس أنجلوس تايمز عن مدينة قم وكيف تحولت إلى مركز لانتشار الفيروس. وقال المسؤول الصحي مينو مهراز أن مصدر الفيروس قد يكون العمال الصينيون الذين يعملون في المدينة وسافروا قبل فترة إلى الصين. وانتشر الفيروس في مناطق أخرى في عموم البلاد بما فيها العاصمة طهران وبابل وأراك وأصفهان ورشت. وزادت الأزمة مع ذهاب الإيرانيين يوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان. الآن إلى الشأن الفلسطيني في صحيفة عربي 21، مقال عن التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي كان ضد غزة وبدأ أنه انتخابي بامتياز، علما أنه من الزاوية المنهجية تتحمل إسرائيل المسؤولية الأساسية عن كل ما يحدث كونها القوة القائمة بالاحتلال، وهي من تحاصر قطاع غزة وتتحكم تماما بأجواء القطاع البرية والبحرية والجوية. مقال للكاتب ماجد عزام. التنكيل بالجثة ينسجم طبعا مع طابع الإجرامي التاريخي لجيش الاحتلال، إلا أنه في هذه الحالة تحديدا يعبر عن سياسة جديدة لوزير الحرب المتطرف بل الأكثر تطرفا نفتالي بنيت، القاضية باحتجاز جثامين الشهداء من أجل ابتزاز حماس والضغط عليها لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى من موقع قوة. وهذه السياسة الجديدة الفاشلة وغير المجدية بإجماع المعلقين الإسرائيليين وحتى المؤسسة الأمنية والعسكرية نفسها تهدف إلى حصد أصوات انتخابية في ظل الانزياح الشعبي الإسرائيلي المستمر نحو التطرف. ومن جهة أخرى التغطية على فشل بنيت الذريع والجوهري تجاه غزة وافتقاده للحلول الناجعة المجدية وعجزه عن ترميم ما تسمى قدرة الردع الإسرائيلية مع انهيار قاعدته وقاعدة اليمين المفضلة القائلة بأن ما لم يتحقق بالقوة في مواجهة الفلسطينيين يتحقق بالمزيد منها. يقول ماجد عزام أيضا أن الغرض الإسرائيلي الانتخابي لم يتحقق في غزة، لذلك جاءت الغارة ضد قاعدة لحركة الجهاد الإسلامي بدمشق استهدفت دون نجاح المسؤول العسكري للحركة أكرم العجوري. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تحقيق صورة انتصار، كما أيضا تأتي لربط ما يجري في غزة لإيران ونزع الجوهر الوطني الفلسطيني عنه، وربما لاستسهال القصف في سوريا في ظل التفاهم التام مع الاحتلال الروسي. وصلنا وإياكم إلى المقال المنشور في صحيفة القدس العربي، وفيه يقول كاتبه: حقق المرشح الديمقراطي ساندرز في الأيام الأخيرة الكثير من التقدم، فهو بكل المقاييس صاحب القاعدة الشعبية الأهم في الحزب الديمقراطي، إذ يحيط به الشباب والشابات من كل الخلفيات والأعمار، كما أنه يخاطب التنوع الأمريكي وضرورة تثبيت الحقوق المانعة للعنصرية والانتهاك. مقال للكاتب شفيق ناظم الغبرة.
ويقع الانقسام الأمريكي والأمريكي على كل شيء، فهناك قاعدة أمريكية كبيرة مؤيدة لترامب وللمسيحيين الإنجيليين واللوبي الصهيوني، وهناك قاعدة تزداد قوة لساندرز. هذه القاعدة تريد واقعا اقتصاديا وطبقيا ومعيشيا عادلا. الخلاف يصل لكل القضايا بما فيها السياسة الخارجية المتعلقة بالموقف من إسرائيل واحتلالها، وهذا يتضمن الموقف من الصين وأوروبا والحروب التي تخوضها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وبينما يهمل ترامب بصورة شاملة كل القضايا المعلقة بالبيئة، يزداد اهتمام الحملة بقيادة ساندرز بقضايا البيئة والمناخ. فساندرز مؤمن بأن عدم الاهتمام بالبيئة سوف يؤدي لكارثة إنسانية مدمرة. إن ساندرز ملتزم بوضع قيود وكوابح على حرية رأس المال في استغلال كل شيء وفي تدمير البيئة. إن سنوات أربع أخرى للرئيس ترامب ستكون كفيلة بتدمير مصداقية الولايات المتحدة الدولية، بالإضافة لتراجع مكانة وآلية عمل مؤسسات الولايات المتحدة السيادية. يتابع دكتور شفيق ناظم الغبرة قائلا في ختام مقاله: في هذه الحملة يمثل ساندرز قيما ديمقراطية بنكهة اشتراكية تركز على العدالة الاجتماعية والتعليم الأقل كلفة والضمان الصحي لكل الناس. ساندرز صاحب أطروحة بدأت تحرك قطاعا هاما من المجتمع الأمريكي، السعي إلى التصدي لإعادة انتخاب الرئيس الحالي ترامب. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا تساءلت فيه عن ما إذا كانت عملية نقل دم جديد بإمكانها أن توقف تقدمنا في العمر. وتحدث التقرير الذي كتبته زوي كوربين عن تفاصيل كثيرة، وأشار إلى أنه في أوائل العقد الأول من القرن العشرين قام مجموعة من العلماء من جامعة ستانفورد بإعادة تجربة مروعة استخدمت في الخمسينيات من القرن الماضي تعرف باسم التعايش المكافئ. وأوضح التقرير أن التجربة هي عبارة عن ربط فأرين على قيد الحياة، أحدهما صغير في السن والآخر متقدم السن، عن طريق تقشير جلدهما وربطهما ببعض حتى يتقاسما نفس نظام الدورة الدموية. بعد مرور شهر وجدوا علامات تجديد في العضلات والكبد في الفئران المسنة. وفي العلم والاكتشافات ما يدعو إلى استحضار العجب العجاب. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.